السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحب الذهب؟ يكون لك قطعة من الذهب، قطعة جميلة. يعني لو أتيت الآن أنا وأنت إلى متجر الذهب هذا وقلت لك اختار أي قطعة تحب، هذه أم هذه أم هذه أم هذه، كلها لك. إذا قلت لك اختر أي قطعة فهي لك. لو قلت لك كل هذا الذهب لك، كم ستكون سعادتك؟ يعني كل هذا الذهب يسوي 5 كيلو 10 كيلو ذهب لك. تخيل كيف ستكون سعادتك يوم القيامة حينما تجد في الجنة لك من الذهب أضعاف أضعاف هذا بكلمة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. طب نخلة وين الذهب؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما في الجنة من شجرة إلا وساقها من ذهب. فسبحان الله وبحمده نخلة في الجنة من ذهب. لما تتخيل شجر الجنة، حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب الجواد في ظلها 100 عام لا يقطعها. يعني رحلة حول العالم سابقا ب80 يوم حول العالم، ما رأيك ب100 عام أدبت طاعة؟ فهذه شجرة واحدة في الجنة ساقها من ذهب. فكل مرة سبحان الله وبحمده شجرة في الجنة من ذهب. مش بس عم نحكي على هالواجهة من الذهب، ولا 5 كيلو ولا 10 كيلو ولا 100 كيلو، بل العكس، نتكلم عن أشجار وثمار ساقها من ذهب. أكثر منها وبلغها لغيرك حتى تنال هذا الأجر العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.